النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، يعني المطر، أصاب أرضا فكانت طيبة، وفي رواية نقية، تلك الأرض قال صلى الله عليه وآله وسلم قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها، أي من هذه الأراضي، وكان منها أجادب أمسكت الماء، أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وفي رواية ورعوا، وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. النهاية قال صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك مثل بين قوسين، أقول لك بين قوسين، من فاقها في دين الله فماذا صنع؟ فعلم وعلم، علم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة، يقول: شبه الله عز وجل قلوب العباد بهذه الأراضي الثلاث. لما يأتي العلم ويسمع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القلوب هنا بمثابة هذه الأراضي الثلاث. القلب الأول مثل تلك الأرض، طيبة نقية، قبلت الماء، ما الذي بعدها؟ فأنبتت الكلاء والعشبة. هؤلاء من؟ يقول رحمه الله: هؤلاء هم الفقهاء الحفاظ، الفقهاء الحفاظ، أهل الرواية وأهل الدراية، يعني قبلت الماء حفظوا العلم الشرعي وضبطوه، ليس ألفاظا فقط، لا، وإنما استنبطوا من، وإذا قلنا استنبطوا من، قلت على فهم سلف هذه الأمة، ما هو أي إنسان يأتي بفهمه وبعقله، ولذلك اضطربت أحوال الناس مثل هذا الزمن لما أدخلت العقول في النصوص الشرعية. إذن فأنبتت الكلأ والعشب، هذا هو الاستنباط الفقه. يقول: والناس من هؤلاء العلماء في الفهم يتفاوتون، منهم من يستنبط من النص حكماً أو حكمين، وبعضهم يستنبط 100 أو 200. فإذن هؤلاء من؟ الحفاظ، الفقهاء. الطائفة الثانية من الناس هم الحفاظ فقط، ضبطوا النصوص وحفظوها مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس عندهم استنباط، لكن هؤلاء بهم نفع، فالناس يأخذون منهم، لأنهم مثل تلك الأرض التي أمسكت الماء فنفع الله بها، إذ إن الناس سقوا وزرعوا ورعوا منها، لكن ليس عندهم استنباط. قال: هؤلاء هم الحفاظ فقط. لكن يقول رحمه الله: أصحاب المقام الأول أعلى. قال: فهذان هما السعداء. أما الطائفة الثالثة فبهم شقاء، فبهم شقاء، وذلك أنهم مثل
تلك الأرض. إن أتى إليه النص الشرعي لم يقبل، وإن قبله أدخل عقله فيه. ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله. فتأمل حالك عبد الله من أي الصنفين تكون.